السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، حلقة جديدة من حصاد الأيام، أبرز الملفات اللي راح نتابعها مجددا حياكم الله. استفاقت العاصمة بغداد ومحافظات أخرى صباح اليوم السبت على غرق شوارعها وساحاتها بعد زخات مطرية شهدتها لبضع ساعات، ولم يكن الأمر محض صدفة إنما ناتج طبيعي لسنوات من الحلول الترقيعية اللي لم تواجه الأزمة المتجددة في كل عام بأدوات حل منطقية. ذات المشهد يعاد في كل المواسم تهيئة وإعلان الاستعداد والجهوزية لسحب المياه، وبعد الكارثة توعد بإجراءات عقابية للمسؤولين المقصرين، وتبرير الأمر أن الكميات المطرية تفوق نسبة طاقة شبكة التصريف. الملاطفة وتضميد الجراح في البيانات الرسمية بعد الكارثة إلها وقع في التبرير أيضا أن الجهود مستمرة وأن مساعي تصفير المياه من الشوارع خلال ساعات أمر حتمي. أما في ملفنا الثاني لحصاد هاي الليلة، فهي ليست المرة الأولى اللي تسلط الأقلام المأجورة كتاباتها تجاه المعتقدات الدينية وعلى وجه التحديد المذهب الشيعي، حيث تكررت عدة مرات ظاهرة الاستهزاء والانتقاد لأغلب المناسبات الدينية اللي تقام دون الالتفات إلى قوانين حرية الأديان وتعدد التوجهات، حيث ضمن القانون وقبل الدستور حق الاختلاف في الديانات حتى لو كانت في محل التهذيب. فأسلوب الاستفزاز للطرف المقابل أمر مرفوض في كل مبرراته، لكن اليوم نشاهد الفضائيات ببرامج تستهدف هذا المكون. هذه البرامج ممنهجة ولها دوافع وتضخ أفكار خارجية بانتقاد إحدى المدارس اللي مارست أناشيد دينية، وهذه الأنشودة المشهورة اللي أصبحت اليوم سلام يا مهدي وقامت الدنيا ولم تقعد. لكن بالطرف المقابل نشوف الكثير من الأفعال المرفوضة أخلاقيا ومجتمعيا، لكن لم نجد من ينبس ببنت شفا. هاي الملفين راح نناقشها في حصادنا لهذه الليلة، تفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. رغم سيل التصريحات الحكومية بأن الأمور تحت السيطرة، لكن ساعات معدودة من الأمطار كشفت المستور عن المعمول وبينت حجم الفساد الناخر بمؤسسات الدولة ومشاريعها الخدمية، والأنظار تصوب نحو الحكومة الحالية لمعالجة تراكمات الحكومات السابقة. خلونا نفتح هذا الملف مشاهدي الأحبة بعد مشاهدة تقرير الزميل علي حبيب. أول اختبار لاستعدادات أمانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات بعد 3 سنوات جفاف، غرق الشوارع بمياه الأمطار ومداهمتها مستشفيات ومدارس حكومية ومنازل ومحال تجارية محولة إياها إلى مسطحات مائية، فكل هذا في موجة مطر قليلة مخلفة أضرارا كبيرة رغم التطمينات الحكومية. ده شوف هسه الخطورة بعينك، تعطل سيارته يبتلي الماء يواصل لحد الركبة، يعني السيارات كلها عطلت، خدمات ماكو، يعني أبسط شيء الحكومة إذا تقدم هذا الماء ليش يسمد رأسا ينسحب؟ أكو سيارات حوضية موجودة؟ لا ما أنا موجودة تشتغل، ما شفنا لا سيارة حوضية ولا سحب ماء. وما شاء الله شوف هسه هاي عائلة بصفك خطية، هم بسيارتهم عوائل خطية، شنو ذنبهم ذولا؟ مواطنون عالقون في زحمة السير لساعات بعد تعثر عمليات سحب المياه في شوارع غير قليلة من العاصمة، ويعزون الأمر إلى غياب الخطط الحقيقية في التحضر للموسم الشتائي والممطر، وتكشف عن الواقع المتهرئ للبنى التحتية، فهذه المشاهد أوقفها الزمن منذ عقود سابقة. المفروض أمانة بغداد تتهيأ لمثل هذه الأيام، تتهيئ أول مرة من شهر 9 10 يكونون مهيئين شبكات الأمطار، يعني الظاهر مأمنين أنه ماكو مطر، يعني انتهت بعد، فهذا العمل غير جيد. وأني صار لي تقريبا نص ساعة أريد أطلع ما أقدر، ما أحصل طريق، فأنت اليوم هاي مطرة خفيفة، فهيك بغداد إذا مطرت المطر يعني خلينا نقول فأكثر من ساعتين أكثر من 3، بغداد مصيرها وين؟ وأمام الحكومة الحالية التي ورثت تركة ثقيلة من الحكومة السابقة مهمة جسيمة وغير قليلة في بناء متغيرات جديدة للواقع الخدمي عبر التنسيق مع المحافظات لتعضيد الخطط ومواقف العمل.
محترقا صيفا وغارقا شتاء، هذا هو حال العراقيين في كل عام. شوارع غمرتها الأمطار والزحام المروري وشبكات تصريف لم تقاوم سوى دقائق. ففيضانات بغداد والعديد من مدن العراق كشفت المخفي عن المعمول. علي حبيب، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبة، بهذا الملف ارحب بضيفي الكريم الدكتور جميل رماح الباحث والاكاديمي. حياك الله دكتور جميل ضيفا كريما، وكذلك ينضم معي عبر سكايب السيد رشيد البديري نائب محافظ واسط. حياكم الله ضيوف الكرام. ابدا مع حضرتك دكتور جميل، نتحدث عن الامطار وما جرى في بغداد. كل سنه نجيب المضخات ووين اهل الرحم خليه يسحبون المي والمي طب لبيوت الوادم. طيب الحكومه اليوم حكومه جديده، ولكن هاي التحديات السابقه راح تكون الحكومة الجديدة هي بالواجهة. ماذا على الحكومة وماذا لها؟ حياك الله وحيا ضيفك الكريم ومشاهديك الكرام. حقيقة إذا أردنا أن نتحدث بإنصاف، يعني أعتقد حكومة السيد السوداني لم يمضى على تشكيلها 20 يوم أو يعني أيام معدودة. لا يمكن علاج هكذا ملفات بحكومة بهذا العمر، هذا أولا. الموضوع تصريف مياه الأمطار موضوع ليس بالجديد في العراق، يعني لطالما عانت بغداد والمحافظات من موضوع تصريف مياه الأمطار، حتى في يعني أوضاع أمطار مثل اليوم اللي شهدناه. يمكن أنا كنت صاحي من يعني من صارة الزخات مال المطر، يمكن ما طولت أكثر من نصف ساعة، لكن من طلعت خارج المنزل حقيقة الفيضان، فيضان يعني بكل مال الكلمة من معنى. يعني سياراتنا أنا عبر المي كان أعلى من العجلة مال سيارتي، يعني واصل نسميها التريشة احنا. نعم. بالتالي يعني تستشف انه ولا منفذ من منافذ التصريف هي مؤهلة اصلا للعمل، يعني بدليل انه المياه ظلت راكدة في مكانها الى حد الساعة تقريبا يعني بعد الظهر وحدة ثنتين، يلا بدأ تصريف المياه، شغلوا المضخات وبدأ التصريف. احنا يعني حتى اكون امين وياك بالنقل، نعم، هذا يم بيتي مجاور بيتي تقريبا 6 فتحات لتصريف مياه الامطار. فتحه واحده يعني اشتغلت فعليا ورا الثنتين الظهر، وبالتالي يمكن قبل ما اجي الاستديو موجود مياه يعني ما مشت لحد. هذه التراكمات كان من المفترض من البلديات معالجتها، رغم انه حتى احنا بلديه منطقتنا بعض وجهاء المنطقه تحركوا على مدير البلديه وحذروا وتحدثوا معه بهذا الموضوع، يا بجايتنا امطار حاولوا تنظفون الفتحات تصريف مياه الامطار المجاري كذا، مو يم الموضوع. اذا اكو تعويد، اكو اهمال، اكو سكوت عن الفساد استاذ احمد. نعم. لو كانت يعني احنا نمتلك حكومه حقيقيه، ولا لا اقصد هذه الحكومه لان قلنا حكومه فتيل لا تستطيع ان تعالج هذه الملفات، انا اقصد الحكومه الكاظمي وسبقها وما سبقها. لو كانت الحكومات جاده في محاوله وصول المواطن العراقي لعيش كريم في بلاده، لكان هذه الملفات كلها حسمت، لكان اكو هناك يعني ملاحظة ومتابعة لمدراء البلديات لأمانة بغداد، اذا كنا نتحدث عن بغداد، لأمانة بغداد ومتابعتها للمدراء العامين للبلديات، وبالتالي ممكن ان تقدم خدمات للمواطن ترضيه على اقل تقدير اذا كان الوضع السياسي مهدم. هسه مو منطقي انه المواطن عايش راضي بالخدمات ماكو، السياسة يومية معارك بالشوارع، الأمن مفقود، سرقات يعني على عينك يتاجر من أموال المواطن اللي تمس حياته اليومية مليارات الدولارات، مو منطقي كلها يعني المواطن يطلع صفر اليدين من كل شيء، قطع أراضي ماكو، أزمة سكن خانقة، سيارات تارس الشوارع، التنقل من مكان
إلى مكان بقدرة إلهية اليوم، حتى ذهابنا إلى العمل بقدرة إلهية، مو منطق حكومات تدير بلد بهذه الطريقة أصلاً. طيب. لا يمكن تسميتها بالحكومة. طيب. لا يصح تسميتها بالحكومة، لأنه كل حكومة لها معطيات ومؤسسات. طيب. علمية وفكرية اقتصادية سياسية تنطبق عليها حتى. طيب. ينطبق عليها مسمى الحكومة. طيب دكتور جميل، دعنا ننتقل إلى سيد رشيد البدير. أستاذ رشيد، يتحدث ضيف الكريم عن الحكومة، وهنا أنا إذا كان يقصد الحكومة الاتحادية فخلينا نتحدث عن الحكومات في المحافظات. نتحدث اليوم عن التحديات اللي يعني فصل الشتاء أمطار، وبالتالي الحكومات المحلية واجهت نفس المشكلة، وين الخلل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولكادر قناة الأيام وضيفك الكريم ولمشاهديكم الأعزاء. حقيقة ما تحدث به الضيف هو واقع ملموس لكل الناس. اليوم الحكومة المركزية هي اللي تعدل الموازنات العامة، مع الأسف بإعداد الموازنات لم تعطي أهمية كبيرة فيما يخص الخدمات، والخدمات بلا بنى تحتية اللي هي المجاري لا يمكن أن تقدم خدمة حقيقية للمواطن. العراق قبل 2003 لا تجد محافظة من محافظات الوسط والجنوب على الأقل، وأتحدث عن واسط، توجد فيها مجاري ثقيلة وأمطار، يعني كانت هناك مجاري بسيطة جدا، أغلبها هي مياه الأمطار، وتصب مذبات في الأنهر ونهر دجلة، واليوم ما نعانيه من نهر دجلة على كل المدن التي تقع على هذا العمود، مياه ثقيلة تقع بدون معالجة، وهذه مشاكل. الآن الدول العالم تتمنى أن يسقط المطر، لكن بالعراق نخشى من سقوط الأمطار بسبب أنه يشكل لنا مشكلة في المدن. محافظة واسط من المحافظات التي تبنت هذا الموضوع، تبنت بعد أن يعني لملمت نفسها وخرجت من قضية الأزمة المالية اللي عصفت بالعراق عموما بعد 2014، ثم جاءت الكورونا، ثم التظاهرات، هذه كلها زمن في عمل الحكومات، زمن كبير جدا أن تتخلى عن واجباتها مجبرة. لكن مع هذا محافظة واسط الآن لديها مشاريع كبيرة في المجاري والأمطار الثقيلة، لدينا حدود 19 وحدة إدارية الآن، تقريبا هناك بعض الوحدات الإدارية الكبيرة اللي هي تبدأ من الصويرة والحجيزية والنعمانية والكوت وبدرة والحي. نعم. هذه بها مشاريع مجاري كبيرة. اليوم في مدينة الكوت ما كنا نعاني كثيرا مما سقط، طبعا نسبة الأمطار اللي سقطت في مدينة الكوت تقريبا 43 ملم، اكثر من بغداد تقريبا 15 ملم او بهذا او يعني تقريب هذا الرقم. لكن صحيح يعني احيانا اذا ما تسقط الامطار تكون هناك سقوط الامطار تكون اكبر من قابليه منافذ التصريف، لكن مع الوقت تتصرف. نحن نحتاج الى مبالغ ضخمه فيما يخص تقديم الخدمات خصوصا البنى التحتيه. لا نجد هناك مشاريع مهمه جدا وخصوصا في مجال او في مشاريع تنميه الاقاليم. ما طرحت حضرتك متعلق بالموازنه والبنى التحتيه، خليني في هذه الجزئيه انتقل الى السيده النائبه مهديه عبد الحسن عضو مجلس النواب، حياك الله سيده مهديه. يتحدث ضيف الكريم نائب محافظ واسط، وكذلك ضيف الكريم الباحث السياسي الدكتور جميل رماح، عن المطر مال اليوم. هسه شيابنا يقولون بالمثل الدارج المطر مساوي ببغداد والمحافظات، ولربما محافظات شهدت نسب اعلى من المطر، بالتالي يعزوها نائب محافظ واسط الى موازنات ماكو وبنى تحتيه ماكو. وخلي نضيف لهذه الحاله انتخابات مجالس المحافظات، باعتبار ان الحكومات المحليه لها الدور الاكبر لما تكبلت وما عندنا مجالس محافظات حقيقيه. مجلس النواب اليوم شنو دوره؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية لكم ولقناتكم الوقرة ولضيفيك الكريمين. حياكم الله. احنا قبل يومين كان في استضافة مجلس النواب وزيري الزراعة والموارد المائية. وزير الموارد المائية قال احنا في حال شحت مياه الأمطار راح نعاني من
انخفاض من سوء المياه. يعني الآن الأمطار هي في المنظور رحمة، لكن في هذا الواقع المتردي في البنى التحتية لكل المحافظات بما فيها محافظة بغداد، شاهدنا اليوم أول أمطار هنالك غرق لبعض المناطق. يعني أنا هسه الآن بهذه الساعة أنا الآن موجودة في الشارع، هنالك ارتفاع لمناسب المياه الأمطار موجودة في أزقة مدينة الصدر. لكن صراحة يعني من خلال جوالي اليوم لاحظت أنه بلدية مدينة الصدر كانت هي أكثر المديريات البلديات يعني صراحة فعالية في العمل، ولم يكن هنالك أي فيضان، فيما هنالك فيضانات أخرى في بلديات أخرى من محافظة بغداد. أنا تحدثت صراحة مع السيد صادق من مدراء البلديات، كانت المشكلة هي أنه المولدات العملاقة اللي هي تكون مسؤولة عن تحويل مياه الأمطار هذه تعمل على الكهرباء حصلا ليس على المولدات الجنريتر. يعني اللي ممكن سيدة مهدية وزير الكهرباء لحد البارحة اجتماع بالكادر المتقدم يعني في الوزارة إذا تسمحي لي، وقالهم محطات الضخ وتصريف المياه يعني ما مشمولة بالقطع المبرمج، بالتالي اليوم أيضا هذه قضية تكافلية بين الوزارات. حتى نعطي شغل صحيح، حتى نعطي فعلا خدمة واقعية، علينا أن نتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة، كأن تكون مثلا الكهرباء. الكهرباء جزء جدا مهم، يعني ممكن محطات تتوقف القطع، برمجة القطع على المحطات، شو راح تتصرف هذه المياه الأمطار؟ الصراحة هاي القضية جدا شائكة، وما تفضلت في حضرتك كسؤال عن انتخابات مجالس المحافظات. نعم. في هذه الحكومة أشار السيد السوداني إلى أنه ممكن أن تكون انتخابات مجالس المحافظات باعتبار أن هنالك مادة دستورية لم تلغى مجالس المحافظات، إنما أنهي عمل مجالس المحافظات. إن حضراتكم تعرفون أنه هي مدة 4 سنوات تقويمية، ممكن أن تجرى انتخابات ويسلم المجلس القديم للمجلس الجديد. الآن إحنا في نية مجلس النواب تعديل قانون الانتخابات والإشعار عن إقامة انتخابات مجالس المحافظات، اعتبار أنه مجالس المحافظات هي الأقرب صراحة إلى أن تقدم الخدمات، هي منبر لتقديم الخدمات للمواطنين كل حسب محافظته. طيب. أما بالنسبة إحنا كمجلس نواب صراحة كأعضاء مجلس نواب أصبحنا الآن مسؤولين عن قفح المجاري وتراكم مياه الأمطار، وهذا صراحة مو عملنا إحنا مو تنفيذيين. أخي الكريم إحنا ناس جهات تشريعية رقابية ممكن أن، ولكن قانون الانتخابات الحالي يعني فرض على كل نائب أن يعمل ضمن منطقته وكأنه ليس حتى عضو مجلس محلي، بلدي صار عضو مجلس محلي وكأنه برلمان محلي. نعم احنا مسؤولين عن الخدمات، مسؤولين في حال تلقوا، لكن يجب ان يكون هنالك يعني مسؤولين محليين ممكن ان يتابعوا هذه الخدمات، وبالتالي التعاون مع السلطه التشريعيه اللي هي مجلس النواب. كثير من القوانين حولت من مجلس المحافظه الى مجلس النواب، على سبيل المثال للحصر هو قانون العاصمه بغداد، قرار التصميم المخطط الإنماء الشامل لمحافظة بغداد 2050، هذه كلها قضايا ممكن أن تعالج في مجلس النواب، لكن ما يعالج في مجلس الخدمات وتقديم الخدمات. إحنا نحتاج إلى أن تكون لما تفضلت في سيدة مهدية. خلينا أنتقل إلى دكتور جميل حتى يشاركنا في الحديث. دكتور جميل استمعت لما تفضلت به السيدة مهدية عبد الحسن، ونتحدث اليوم عن هسه مشكلتنا هي مشكلة مياه وأمطار والتحديات الجاية بعد أكثر، ولكن لما تحدث المحافظات وما عندنا مجالس محافظات، والحكومة أيضا خلت ضمن أولوياتها انتخابات مجالس المحافظات، شقد أهمية هذا الموضوع برأيك وتقديم الخدمات؟ يعني أنا حسب تقديري وفي من خلال متابعة الموضوع مجالس المحافظات منذ نشوء الحكومات بعد 2003 وحتى هذا اليوم، أنا لا أرى أي أهمية لمجالس المحافظات، لأنه اليوم السيد المحافظ يقوم بهذا الدور تماما بالاتفاق مع بلديات المحافظات إذا كانت محافظات، وبالاتفاق مع أمانة بغداد في بغداد. يعني الكوادر هي نفسها المتوفرة في محافظة بغداد، راح يجي مجرد مجلس يساعد المحافظ، أو يعني كما شاهدناه انقسمت أغلب المحافظات إلى رأيين، رأي المجلس ورأي المحافظ. وأعتقد أستاذ أحمد حضرتك تتذكر الإشكاليات والمشاكل الكبيرة التي حدثت بين هذا وذاك، ولم تؤدي إلى أن تقدم خدمات فعلية تمس حياة المواطن. اليوم أنا ما أشوف هذه المواضيع تحججية مو أكثر، يعني اللي يريد يقدم يقدم سيدي الكريم،
اليوم احنا عندنا مشكلة في اختيار الشخوص التنفيذية في الحكومة، يعني من امين بغداد، انا يعني اضرب مثل عذرا على بغداد يعني اتحدث لان انا من سكنة بغداد، فالموضوع من امين بغداد ونزولا الى اي رئيس قسم تنفيذي في تابع لامانة بغداد، هنا الشغل يبين، والا انا ما اروح يعني موضوع قوانين وش اسوي بيها، انا اريد اليوم خدمات ابو الكهرباء يقدم الكهرباء، ابو البلديه يشوف شغله بهاي الامور، ابو المجاري واحدة. مشاكل متراكمه، تحل قضيه الامطار تطلع لك مشاكل اخرى، الكهرباء وغيرها من هذه المشاكل التراكميه. استاذ احمد المشكله بالمبالغ، المبالغ المهربه والمسروقه، هسه المشكله هي مو بالمشاريع ترى، يعني طيب. احنا مو هسه احنا بدنا نتابع هاي ملفات الفساد. السيد البدياري يعني قال البنى التحتيه متهالكه وايضا تخصيصات بالموازنه ماكو، احنا مقبلين على تقديم موازنه دكتور جميل. استاذ احمد احنا نتعامل مع حكومه، هسه انا خلينا نحكي على حكومه الكاظمي لانه احنا قلنا ما لنا شغله بهاي الحكومه، حكومه السيد الكاظمي بس السرقات اللي انا دا اقرا عنها بالاعلام واللي دا صرح بها الاعلاميين وتاكدها جهات امنيه وتحقيقيه. مو اللي صرح بها الاعلام دكتور، عفوا انت حضرتك دقيق، يعني اللي صرحت بها نفس حكومه الكاظمي، يعني ما اجت جهه ثانيه واشتغلت وطلعت الملفات، نفس وزراء الكاظمي صرحوا. مو هو بالضبط هو هذا الموضوع، يعني احنا انا بس المبالغ المنظوره هسه لحد هذه اللحظه اذا تركنا موضوع مبالغ الامن الغذائي، احنا فوق العشر مليار دولار، مليار دولار استاذ احمد، 10 مليار دولار رقم ترى مدمر، يعني ميزانيات دول، هاي سوريا حرب عندها وهذا لحد الان ما عبرت 9 مليار ميزانيتها السنويه، 10 مليار سرقات وموجوده ومنظوره، يعني الاشكاليه انه التحقيقات تقول موجود جزء بالاردن، جزء بالامارات، جزء ببغداد موضوعه بعمارات، هاي مبالغ مهوله، زين انا بنى تحتيه ايش قد تكلف المشاريع البنى التحتيه للمناطق يعني المتضرره، يعني انا مو اسوي بنى تحتيه مثل الكل بغداد، لاكو مناطق جديده وبناها جديده. والترقيع خلينا نسميه، خلي انتقل السيد البدياري، استاذ رشيد نتحدث عن هذه المشاريع الاستراتيجيه اللي تفضلت بها حضرتك وبحاجه ان تضمن في الموازنات، وبين الحلول الترقيعيه المواطن يظل ينتظر او يظل تحت وطأة هذه الامور الموسمية سواء الكهرباء او الامطار او مياه الشرب وغيرها؟ بالتأكيد نحن نستبشر خيرا بحكومة السيد محمد الشاع السوداني، يعني بدأت خطوات رغم يعني قصر المدة التي استلم بها السيد رئيس الوزراء، وما نتج عن هذا عنها من قرارات مهمة جدا، وخصوصا الاجتماع الأخير مع السادة المحافظين. مشكلة المحافظات هو عدم تمكينها من أداء دورها الحقيقي. اليوم احنا لدينا مشاريع كبيرة بمبالغ كبيرة جدا تديرها الوزارات، ولكن هذه المشاريع متوقفة ومتعطلة ومتلكئة، لكن أداء المحافظات أفضل بكثير، يعني لو قرنت حجم المشاريع. أنا أؤيد الأخ الضيف أستاذ جميل، يعني لو أقول لك رقم، ما هو رقم مشاريع تنمية الأقاليم لكل العراق؟ يعني كل محافظات العراق هو مليارين دولار لكل هذه التنمية الأقاليم اللي احنا كل محافظات العراق والذي سرق كما تذكر الآن الروايات الحكومية الرسمية وغير رسمية مليارين ونص المسروق. فإذا شوف جد رقم مبلغ مهم جدا، مليارين ونص يسرق، مليارين دولار لو كان يوزع بشكل يعني أمين وشفاف بهذه المحافظات تقوم بأداء دور كبير بتنفيذ هذه المشاريع. مشكلتنا احنا من خلال قناتكم ايضا نؤكد السيد رئيس الوزراء ان يمكن هذه المحافظات، ليس بالضروره ان يكون مشروع تقوم به الوزاره، الوزارات اثبتت فشلها. لدينا مشاريع مجاري، ثلاث مشاريع مجاري تقوم بها الوزارات في واسط، الى الان هي لم تستكمل بسبب عدم يعني اهميه الموضوع جاء السيد الوزير او الوزاره في هذه القصه. طيب. المجاري، الكهرباء، الطرق، لدينا مشاكل بالطرق بسبب هذا الاداء اللي باعتبار ان الحكومات المحليه هي اقرب للناس. اليوم نعم. اليوم المواطن يفهم هذا مشروع وزاري، نقول هذا مشروع وزاري يقول لي ما اعرف هذا الموضوع، اعرف انه امامي نعم. حكومه محليه، محافظ ونواب وحكومه محليه، هذه هي اللي مسؤوله امام المواطن. يفترض ان تمكن الحكومات المحليه، نجحت الحكومات المحليه بمشاريعها، ولدينا تجربه نحن ولدينا بالارقام انه احنا مشاريعنا الان المستمر منها هو في تقدم عمل كبير والتي انجزت. الى الان عندنا مشاريع تربويه 15 سنه الى الان غير مستكمله، مشروع ماء في واسط في الكوت
من 2005 إلى الآن غير مستكمل. لدينا طرق نعم. حولية، طرق بدرة كوت بدرة طريقنا، يعني هذه المشاريع الوزارية. هذا الموضوع أيضا ينطبق على كل المحافظات حتى في إقليم كردستان. سيدة مهدية، نتحدث اليوم عن هذه المشاكل، وبالتالي أصبحت المقصرية تلقى على هذه الجهة أو تلك، أمين بغداد يلقي بالمقصرية ويتوعد بمحاسبة المقصرين وهكذا، رغم ما أنه شوف عين حتى لا نظلم بختنا، أنه شفنا كثير من عمال أمانة بغداد كانت لهم إجراءات استباقية بتنظيف المنهولات وغيرها، ولكن يعني ما صارت بها فد منفعة لليوم اللي شهدنا. طبعا أنا بس ردت يعني أعرج على حديث ضيفك الكريم. تتفضلين سيدي. من يقول الأموال موجودة وماكو داعي لمجالس المحافظات، أنا ما جاي أدافع عن مجالس المحافظات، لكن شوف بغداد تختلف تماما عن بقية المحافظات. بغداد من تنمية الأقاليم نعطي جزء من هذه الموازنة تنمية الأقاليم إلى أمانة بغداد، باعتبار أنه أمانة بغداد لديها 14 بلدية متوزعة على عموم مراكز مركز محافظة بغداد، والمحافظ هو من يكون مسؤول عن الأقضية اللي هي نعتبرها أطراف، كأن تكون قضاء الحسينية، كأن تكون المدائن، كأن تكون أبو غريب، كأن تكون من مناطق اللي هي أطراف محافظة بغداد. زين، إذا أنا هسه أعطي هذه المبالغ لتنمية الأقاليم للمحافظ وأنطي للأمانة، من المسؤول عن الرقابة حول صرف هذه الأموال؟ لنبتعد عن مجالس المحافظة. طيب هنالك استباقات عند موسم الأمطار القادم، هنالك استباقات، بلغنا كل البلديات بأنه أنتم على استعداد تام لمواجهة سقوط الأمطار، إنه قالوا هنالك شحة في هطول الأمطار هذا الموسم. يعني احنا نعم. في جانب نحتاج الى ان تكون هنالك ارتفاع مناسيب المياه، نحتاج الى، وهذا بيد الله سبحانه وتعالى، الى ان تكون امطار. في الواقع الان ما نريد امطار، يعني احنا واقعنا نعم. مترجي من الجانب المتنبئين الجويين ست مهدية قالوا راح تستمر هذه موجات المطر لنهايه الاسبوع، بالتالي ايضا يجوز نتوقع انه يعني تساقط امطار كثيف في الايام المقبله. يعني قبل يوم 8/11 كان هنالك لقاء هو السيد رئيس الوزراء في أمانة بغداد، وكان يعني اجتماع يعني موسع مع القادة الموجودين في أمانة بغداد، وبالتالي كان هنالك تركيز على 5 محاور، من ضمن هذه المحاور هو المجاري وما يتعلق بموسم الشتاء القادم. يعني كان هنالك تقصير واضح من مجموعة من البلديات. يعني أنا يوم قصيت الحقائق شفت الشعلة غرقت، العاملية غرقت، في حين بلدية صدر 1 صدر 2 لا ما شاء الله الأمور جيدة، مع وجود بعض التفاهمات هنا وهناك قدرنا نحل هذه الإشكاليات. فإحنا صراحة هذه الأموال اللي صرفت والأموال اللي راح ترفع في الموازنات، الكل يعيب على الآليات، الكل يقول الآليات قديمة، بعض الأحيان يقول ما عندي وقود حتى أسير هذه الآليات لسحب التجمعات أو لطفح المجاري أو لأمور أخرى يعني لا مجال لذكرها. يعني نعم. معنى هذا هنالك تلكؤ في الجانب المالي، يعني أحتاج ويا الجانب المالي إدارة لهذه هذه الأموال. يعني أنا وفرت المادة، وفرت الأموال، وفرت الموازنة، لكن إذا ماكو طاقم بشري متمكن فني يقيم بإدارة هذه الأموال، أعتقد هذا نوع من أنواع الفساد. وأني أشرت إلى في أكثر من قناة فضائية، الفساد هو ليس فساد فقط سرقة أموال طائلة مثل ما تفضل ضيفك الكريم، نعم سرقة أموال طائلة، وجاي نسمع بصفقة القرن وسرقة القرن ومنها من هذه المصطلحات التي طفت على سطح المجتمع العراقي. احنا نحتاج نعم. الى اداره فنيه واراده وطنيه جاده بان تقدم الخدمات. نعم. الحكومه الان هي حكومه خدمات وطنيه، رفع هذا الشعار وحققت ووصلت اهداف، الان هنالك اليات لتحقيق هذا الهدف، من ضمنها انه تكون نعم. اراده وطنيه جاده فعلا تريد تخدم المواطن العراقي، كل تخدم المواطن العراقي. اشوف طيب. وفرة اموال موجوده عندنا الان خير من الله طيب. لكن احنا نحتاج الى ناس زهاء قادرين على إدارة هذه نعم. الموارد، وبالتالي ممكن تكون تقديم الخدمات بشكل واقعي ومنطقي للمواطن الكريم. شكرا جزيلا حضرتك السيد مهدي عبد الحسن عضو مجلس النواب انضممت معنا عبر الهاتف، وشكر كثير لحضرتك السيد رشيد البديري نائب محافظ واسطة انضممت معنا عبر سكايب، وتتفضل البقاء معي الدكتور جميل رماح كي نتابع بعد الفاصل مشاهدي الأحبة.
مجددا حياكم الله. ما يطرح اليوم من قبل بعض وسائل الإعلام المخالفة لقواعد البث الإعلامي وفق نقاط معينة تمنع الفضائيات بتأجيج الطائفية أو التلويح بها وكذلك التعرض لمعتقدات الآخرين مهما كانت، يفسرها المراقبون أن الانتماءات السلمية قد تثير حفيظة هذه الفضائيات وتوجهاتها، وما قدمته إحدى المدارس في إنشودة دينية ما يخرج عن نطاق التوجه السلمي. مشاهدينا نفتح هذا الملف لكن بعد مشاهدة تقرير الزميلة نهى الشمري. في ظاهرة تكرر بين الفينة والأخرى، انتقاد للممارسات الدينية والشيعية على وجه الخصوص من قبل وسائل الإعلام مخالفة صريحة وواضحة لمعايير البث الإعلامي الصادر عن هيئة الإعلام والاتصالات وإجازة الفضائيات وفق المهنية التي ألزمت بها الهيئة للفضائيات الموجودة اليوم. فالتربص بالممارسات الدينية بمختلف الطوائف والمذاهب فكر يخالف الدستور والقوانين وحرية المعتقدات وتعددها. فما حصل من تعرض من قبل فضائية دجلة في برنامج متلفز بالاستهزاء والتعرض لمعتقدات دينية شيعية أقامتها أحد المدارس في بغداد يبدو أنها جاءت وفقا لأجندات خارجية يراد بها إضعاف المذهب الشيعي وتقديمه للجمهور بصورة رثة وضعيفة، خصوصا وأن الكثير من مراكز الدراسات والأبحاث العربية والدولية ولا سيما الأمريكية عكفت سنين على هذا النهج المخطط له. وبالوقت الذي تقام الكثير من حفلات الرقص والمجون في مدارس أخرى يغض الطرف عنها دون انتقاد أو تجريح، وكذلك احتفالات الهالوين التي لاقت صمتا مطبقا وهذا ما يصفه أصحاب الاختصاص بالتناشز المعرفي حيث الرفض والقبول وفقا للمصالح والآراء الشخصية. فتحت مجهر الرفض يتطاول على المراسم الدينية الشيعية، أما الجهات المعنية وقادة الرأي فلم تبدي انتفاضا إزاء هذا الاستهزاء والانتقاد، فلا بد من أن تكون هناك وقفة جادة وكلمة واحدة للتصدي لمثل هكذا حالات على ألا تعاود فعلها مرة أخرى. نهى الشمري، الأيام الفضائية. مجددا حياكم الله وجدت الترحاب بضيف الكريم الدكتور جميل رماح، وينضم معي ضيفا كريما في الاستوديو الاستاذ مهند جواد المحلل السياسي، حياك الله استاذ مهند. وكذلك تنضم معي عبر الهاتف السيده ضحى القصير عضو لجنه الاعلام والثقافه النيابيه. دكتور جميل، يعني حضرتك ايضا متخصص بالاعلام ولك باع طويل في هذه المساله، لما تكون هنالك ازدواج بالمعايير، يعني لما يكون هنالك تناشز معرفي بان انتقد حاله، انتقد عباءة زينبية خلينا نسميها بهذا المعنى، تنتقد في قناة وريد نعرف اللي توصل للقناة شنو، مثل ما هي هاي القناة تسأل وين تريدون توصلون بهذا الزي وبهذه الأناشيد. يعني أولا حقيقة طبعا مرحبا بضيفك الكريمين وشكرا يعني هذا الكلام الجميل اللي أسمع منك أستاذ أحمد. حقيقة يعني المفترض إحنا نمتلك دستور يعني يضمن ويكفل حرية الأديان وحرية الرأي. يعني أنا أعتقد أنه موضوع التدين، خلينا نشير اللي يفترض لأنه بالفعل نمتلك دستور طبعاً هو كفل لنا الحرية هاي، أي يعني ودين الدولة الإسلام. الإسلام إحنا اليوم من المفترض أنه الدستور يقول العراق عبارة عن طوائف وأعراق متنوعة، نعم، والكل محفوظة تحت راية واحدة وهي راية الدولة الرسمية، وهل مجرها فقرات الدستور اللي حاولت أنه تحفظ الحريات ولم تستطع حقيقة حتى هذه اللحظة. المفترض اليوم أنه كل الوزارات، المفترض كل الوزارات وكل الجهات التنفيذية ملزمة بالدستور. يعني احنا نشوف الأخوة السياسيين من يطلعون على شاشات التلفاز الدستور لنعد للدستور الدستور. طيب اليوم الدستور لما تقوم إحدى الفضائيات بمخالفة صريحة للدستور، طيب وين الجهة المسؤولة؟ وين وزارة الاتصالات؟ وين الجهات اللي تراقب البث وتوقف البث وتعاقب وتغلق؟ ماكو للأسف. إذن هذا هنا نقدر نقول اكو يعني كيل بمكيالين. هذا الكيل انا اعتقد ممنهج والموضوع ليس وليد اليوم. احنا عشنا الاحداث الداميه والسوداء منذ عام 2004 وصعودا، ولاحظنا انه هذه تقع ضمن اجندات استاذ احمد، اجندات مرسومه، يعني هنالك شلون تقول خطه مبرمجه اليوم تقوم بها هذه الفضائيه
تتوقف او تخفف، تبدا ذيك الفضائيه انه بتنتقل الى السوشيال ميديا وهلم جرى. اجنده واضحه جدا بتوقيتات مدروسه بدقه، تحاول ان تنتقص من المقابل وتنسى، يعني سامح هذا يقول رمتني بداءها وانسلت. نعم. بعض المسميات يعني يتهم الاخر بما ليس فيه وينسى مشاكله. غريب يا اخي، اليوم احنا نحتاج الى التعايش والقبول الاخر كيفما اتفق. هاي الغرابه خلينا ننتقل بها للاستاذ مهند جواد المحلل السياسي وايضا متخصص بالانثروبولوجي. استاذ مهند، نتحدث عن قضيه الامام المهدي او القضيه المهدويه بصوره عامه والمراكز البحثيه الامريكيه اللي تخصصت بدراسه هاي القضيه ودراسه ما يجري في العراق من متغيرات وبالتالي ضواغط العولمه اليوم شلون نشوفها في العراق. بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لك ولضيفيك الكريمين. حياك الله. الواقع انه عقيده الامام المهدي سلام الله عليه عقيده مهمه جدا، خصوصا في الواقع الشيعي وعند المذهب الشيعي، لانها تعتبر هي الركيزه الاساسيه والبنية التي يقوم عليها الفكر الشيعي. لذلك هناك كان اهتمام من مراكز الدراسات، خصوصا المراكز الدراسات المرتبطة بالدول الكبرى والدول العظمى كما يسمونها. هناك دراسات مستفيضة عن هذا الأمر وعن هذه العقيدة وكيف أثرت هذه العقيدة في صيرورة هذا المذهب وكيف ظهر هذا المذهب وكيف يستقي الأيديولوجيا الخاصة به. أثرت المذهب آمنت بالله، ليش؟ نعم. أثرت على بقية نقول المذاهب وأنما بقية المشارب. نعم نعم استاذ احمد، انه هذه العقيده درست من اكثر من معهد واكثر من جامعه، انها كيف هذه العقيده حفزت الشيعة لبناء دوله وللدخول في المعترك السياسي وبناء مجتمع كان مضغوط عليه، كان محارب من جميع السياسات ومن جميع الدول. لذلك هناك كتاب موجود لكاتب فرنسي باحث فرنسي، وكان هذا الكتاب هو مسرب من يعني مركز دراسات صدر قبل فترة طويلة، هو أنه الشيعة في العالم، ثورة المستضعفين واستراتيجيتهم. هذا الكتاب لكاتب فرنسي فرانسيس تويل يقول أنه الشيعة هم الركيزة الأساسية لهم، هي فكرة الإمام المهدي، لذلك هم بقوا كل هذه المدة. لذلك الاستهداف الموجود اليوم من قبل بعض القنوات التي هي مبرمجة بشكل أساسي لاستهداف عقيدة الشيعة. نعم. إنه قناة دجلة قبل أيام أحد العاملين فيها كانت هي امرأة جبورية، يعني قالت إنه استقلت من القناة لأن كانت هذه القناة تنتهج سياسة استهداف الشيعة بشكل مباشر، وأنه أي مسؤول سني أو كردي يغض عنه النظر إذا كان فاسدا، وكان وبالمقابل إذا كان هناك مسؤول شيعة حتى ولو لم يتورط بالفساد. ولكن هذه الموضوعات اللي ثيرة حضرتك، ولكن خليها على طاولة الحوار أستاذ مهند، واسمح لي هنا يعني أنه رغم ما تفضل بأستاذ جميل بأن الدستور كفل حرية الرأي والتعبير، لكنه بعض وسائل الإعلام استساغت الإساءة للمذاهب والمعتقدات الدينية مثل ما تفضل جنابك، وضربت كل خطوط التعددية قبول الآخر. خلونا نضيف الكرام والمشاهدين، أحب نشاهد هذا المقطع الفيديو وبعدين نرجع. أخاف وزارة التربية هي نايمة، هل هي فرضت عليهم لبس العباية؟ هل هي أجبرتهم على لبس العباية؟ لو كان بالفعل هاي صدفة، إحنا وين نريد نوصل؟ مرة نلطم بالمدارس، مرة نطبر بالمدارس، مرة نتجاوز على الطالب بالمدارس، ومرة نوقف حتى نشغل النشيد إسلامي أو ديني للإمام المهدي عليه السلام بالمدارس. نلطم نطبر، بس اكو بعد مفردة ثالثة المفروض تعرضها هاي القناة ومجهة في الحقيقة لما كل ما تقدم، وانه يتعاملون ويا التمايز في تعامل بعض وسائل الاعلام مع القضايا. يبدو ان هذا التمايز واضح بدون مشقة البحث عن المضمون. خلونا نشاهد المقطع المسرب من احدى المدارس واضطرينا نغطي بعض المشاهد. ليش نشوف دكتور جميل نباوع الواقع بعين عورة؟
أخي والله هذا ديدن المزورين للتاريخ، هذا مشكلة يعني. يعني أنت لو ترجع للعمق التاريخي هذا موجود في أصول التاريخ بالاختلاف. يعني سياسة إعلامية الظواهر ذا اعتبرها سلبية، من وجهة نظري أعرض توازن، أقول هاي الظاهرة سلبية وهاي الظاهرة سلبية، هو والمشاهد يحكم. هو المفترض أنا من أقول مثلا على سبيل الفرض اليوم هاي مقدمة البرامج، إذا كان يعني دمها محروق مثلا على توقيتات المدرسة أو يعني وضع المدرسة بشكل عام، مفترض تنتقد كل الظواهر حتى لا تميز بين غث وسمين، حتى لا يظهر الموضوع على أنه استهداف. طيب ليش هذا الموضوع يتم استهدافه؟ زين وهذا الموضوع بعقيدة يعني لشريحة كبيرة للأغلبية في العراق اليوم، ليش أجي استهدفه بهالطريقة هاي؟ يعني ليش يعني استهجن عقائد الناس وأحاول أن تقص منعتها بهذه الطريقة السمجة؟ يعني خلينا ننتقد بشكل، اذا ردت انتقد انتقد بشكل مؤدب وعلمي. يابا مثلا يابا المدارس انتم هذه التوقيتات ضمن الدروس، لو شلون انتم تستخدمون هاي الفعاليات؟ هسه من ينتقد اني هسه اذا انتقد من خلال شاشتكم بهذه الطريقه ما حد يشكل علي، لانه انا دا احكي للكل، ما احكي افرق مناطقيا او مذهبيا او اصوليا بالموضوع. الانتقاد يشمل الجميع، وبالتالي احنا صرنا بالسيف سايد مثل ما يقولون، احنا كمواطنين يعني من مختلف المشارب ونسولف في قضيه راي عام. اما يعني تركز المساله على موضوع معين يثير الاخر، ما اعرف يعني. انا اعتقد يعني هاي وراها اموال طائله واجندات تستهدف مستقبل بلد وليس مستقبل مجتمع. اليوم اكو تنشئه اجتماعيه يعني من انتهت الموضوع الاحتقانات ويعني حررت الأراضي العراقية من داعش، يعني اتخذ حقيقة هذاك الفكر الداعشي اتخذ أساليب أخرى للعمل داخل العراق. يعني بدأ يضرب في موضوع التنشئة الاجتماعية في معايير معينة للوصول لأهداف معينة. طيب. واضحة أنه قد لا تكون واضحة للعامة من الناس. طيب أستاذ مهند، يعني إحنا كان بدنا أن تنضم معنا السيد ضحى القصير عضو لجنة الإعلام والثقافة البرلمانية، ولكن ما حصلناها على الخط. يعني هسه ما نقول خلصت مشاكل وزارة التربية ورحنا مشكلتنا صارت سلام يا مهدي، وليش الطالبات يلبسن عباية والدعوات هاي مال هالوقت انه للسفور وما جرت في المظاهرات في ايران وغيرها وغيرها وما شئت عدد، وده نعرف المؤثر الخارجي منين دا يصير وشون دا يحرك الواقع. ولكن السائل شنو الاجراءات اللي ممكن يقدمها البرلمان او الجهات المختصة لرصد هكذا حالات ومعالجتها في الفضائيات؟ الحقيقة أستاذ أحمد أنه هناك ازدواجية موجودة عند هذه القنوات، ونركز عليها من خلال مجموعة من الملاحظات. الملاحظة الأولى، هناك استهداف واضح للمكون الشيعي من خلال بعض القنوات المدعومة من الخارج، ولها هنا غطاء سياسي وتمويل من أموال العراق ومن الأموال المسروقة خصوصا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هناك تركيز على بعض القضايا كأنه هناك عامل أو جهة واحدة هي التي توجه العمل الإعلامي اليوم في العالم، وهي التي تثير الفتن داخل المجتمعات الإسلامية خصوصا في إيران وفي العراق، لأن هناك تشابه في الدعوات أنه ضرب قضية الإمام صاحب العصر والزمان سلام الله عليه، والتركيز على قضية السفور والعري أنه في إيران ثورة ضد الحجاب والآن في العراق قناة تصرح ضد العباءة الإسلامية. هذا أنه جهات توجه بهذا الاتجاه لأنهم فشلوا في كل المشاريع حينما أرادوا يعني تقويض العملية السياسية وإنهاك المجتمع العراقي من خلال الحروب ومن خلال الضغط العسكري، تحولوا إلى الأمر الثقافي وتغيير ثقافة الشباب، وأثر كثيرا في تشرين وخروج بعض الشباب في تشرين. والأمر الآخر، اليوم يستهدفون المنظومة القيمية والمنظومة الأخلاقية، لذلك أنه هذا الأمر هو غير بريء، وليس فقط أنه استهداف يعني يتحرقون على قضية التربية وما آلت إليه التربية، لأن في الطرف الآخر موجود يمه ويايابه وما حكوا عليها بالمقابل، وموجودة في المدارس. أنه المشكلة الأساسية ليس هي بناء دولة أو تصحيح مسار للمجتمع، ولكن هو استهداف المكون الشيعي، لأن المكون الشيعي خلال هذه الفترة 20 عام هو مستهدف سياسيا ومستهدف أمنيا واليوم مستهدف عقائديا. لذلك أنه لابد أن يكون هناك جزء من البرلمان وجزء من عمل الحكومة هو
يعني الوقوف بوجه هذه المشاريع التي تريد اسقاط المنظومة الثقافية والمنظومة القيمية الموجودة في العراق. لذلك انا اتوقع انه الحرب الان حرب اخطر من السابقة، لانها كانت الحرب تقتل وتسهق النفوس، واليوم الحرب تغير الافكار وتريد يعني ان تذهب بالمجتمع الى منزلق اخلاقي خطير. طيب وين نريد نوصل؟ نفس السؤال يطرحه القناة ومقدمة القناة ومقدم القناة، يقولون وين نريد نوصل بهاي الممارسات لما طالبات تلبس عبية؟ احنا نريد نسأل وين نوصل بهاي الممارسات اللي تريد تمزيق وحدة المجتمع العراقي وتتحرض على بنية مجتمعية بل حرية شخصية. لما فضائيات تدخل بهذا الموضوع دكتور جميل، شلون نحاسب هذه الفضائيات وشلون من الممكن انه يكون اكو خطاب اعلامي موجه بطريقة صحيحة؟ يعني المفترض تواجه اي قناة يعني تتحدث بهذه الصيغة، سواء كانت يعني واقعا وانا يعني اتكلم بمشاعر الوطنية، سواء كانت تستهدف السنة او الشيعة او الكرد او المسيح او اي مسمى في النسيج العراقي، يجب على هذه القناة ان تعاقب او يعني تفرض عليها غرامات مالية ثقيلة جدا او توقف البث، لانه هذا عملية تفكيك للمجتمع. اليوم احنا منو من العوائل العراقيه اللي ما عندنا اذا كان شيعي ما عندنا نسيب سني او جار سني او زميل او صديق وماكل بيته وشارب، او منو سني ما عنده صديق شيعي او نسيب او هذا؟ تجي قناه تتحدث بهذه اللغه وكانها عوده على ذي بدء باهداف معينه، وكان هنالك عوده لمربع ال 2004 و2005 و2006 التي دعمتها دول الاقليميه والولايات المتحده تلك يعني الايام السوداء التي أخذت من شبابنا ما أخذت، وتأثرت قيم العراق بها بما وصلنا إليه اليوم للأسف. هذا الحديث يجب أن يوضع في الميزان أمام الجهات الرقابية والجهات التنفيذية، وأن يعني يذهب إلى وثيقة شرف يتم توقيعها على أقل تقدير، ووثيقة ملزمة يعني ملزمة قضائيا لهذه القنوات، وثيقة شرف تلزم هذه القنوات أن يعني تضع الحس الوطني النسيج الاجتماعي نصب عينها في كل برامجها في كل أحاديث أفرادها، سواء كانوا مقدمين برامج أو حتى لو كانوا ضيوف. يجب أن يحدد الضيف بقضية ما لا تمس نسيج العراق، لا تمس يعني عقائد الناس أخلاقياتها ووضعها العائلي، لأنه اليوم أنا هذا الحديث نفسه اللي في قناة دجلة أنا أحس استهدف عائلتي، لأنه اليوم إحنا أغلب أمهاتنا القديمات هنا يلبسن عباية حقيقة وأورثنها البناتهن وبنات بناتهن وهلم جرة. اليوم أنت من تتحدث على قضية هي موسومة اليوم بالعراق، يعني رمز تراثي بالعراق بهالطريقة هاي وتحاول تسقطها بهالطريقة، أنا أعتقد استهداف واضح. اليوم أنا يمكن شفت خبر قبل يومين في مصر بعض المدارس للبنات بدأوا يتخذون العباءة العراقية زي إنه ازدال واتخذوه زي في وأنا أنتقص من أهلي بناء على هذا الزي. هذا اختلاط المعايير. أشكرك شكرا جزيلا دكتور جميل رماح الباحث والأكاديمي أثريت الحوار في الملفين، والشكر كثير لجنابك الأستاذ مهند جواد الباحث في الشأن السياسي. شكرا جزيلا لكم ضيوف الكرام ومشاهدي الأحبة، الشكر الأوفر لكم. ملتقانا في الغد بمشيئة تعالى، في أمان الله.